حياكم الله مشاهدينا الكرام ببرنامجكم الجديد، وبالنسبة لي أنا مو جديد. هذا البرنامج يتضمن ثلاث فقرات، الفقرة الأولى اللي هي افهمها صح، والفقرة الثانية اللي هي بعين جبريس، والفقرة الثالثة اللي هي الضيف. باختصار راح أشرح لكم عليها. ليش سميناها افهمها صح؟ لأنه هواية من الناس ما فاهمين الأنظمة الغذائية وشلون راح يبدي يسوي ريجيم، سواء تنزيل الوزن أو التصعيد. الفقرة الثانية راح تتضمن التمرين، ناخذ هذا التمرين وين يستهدف، وليش أنا أسوي، وشنو راح يفيدني، وشلون راح أتجنب الإصابة من عنده. والفقرة الثالثة اللي أنا كلش أحبها بالنسبة لي، راح ناخذ بيها مو بس بطل معروف، ليش راح ناخذ بيها الإنسان العادي أو الموظف، ليش نسأله يحب لعبة كمال الأجسام واختار هاي اللعبة. ظلوا ويانا مشاهدينا الكرام، وياكم كابتن أحمد قاسم، الباحث في مجال التغذية وعلم كمال الأجسام. ورجعنا وياكم بفقرة افهمها صح. بالبداية خلينا أعرفكم أنه ليش سميناها افهمها صح، لأنه أغلب الناس فاهمين المواضيع بصورة عامة للجميع، ما متعمقين بالمعلومة هي نفسها. ومعلوماتنا احنا لهذا اليوم اللي هي شلون ابدي اني اسوي الرجيم مالتي الصحيح، لانه من خلال الرجيم راح احصل على حياة صحية، وبنفس الوقت جسمي راح يكون هيلثي بشكل جدا جيد، وما اتعرض لهواية امراض، لانه 90 الى 95% من الامراض سببها الغذاء مالتي الغير صحي، لانه من خلاله انا راح اخذ هواية دهون وهواية كربوهيدرات. او إذا أنا أفكر ثاني يوم راح أبدي أسوي الرجيم مالتي، راح أقطع الأكل مالتي بشكل مباشر وأعتمد بس على السلق أو على التفاح. لازم نفهمها صح، لأنه أنت ما عندك بطولة. إحنا من نوصل مستويات بطولة نوصل إلى غذاء جداً بسيط، يا دوب يكفينا حتى نوصل إلى مراحل الستيج. بس أنت كإنسان طبيعي عادي جداً أنه تأكل، بشرط الأكل اللي راح تأكله مناسب لجسمك. شلون راح أعرف إنه هو مناسب لجسمي؟ من خلال إنه أنا أحسب نظام السعرات الحرارية. طبعاً هواية أكو أنظمة، بس أسهل شيء اللي هو نظام السعرات الحرارية. من أحسبها؟ من خلاله راح أطلع الكربوهيدرات والدهون الصحية والألياف والبروتين. هذول الأربع عوامل إذا ما أخليهم أنا بنظامي الغذائي الصحي خلال اليوم كله، ما راح أقدر أستمر بالحياة العادية والإنسان الهيلثي الصحي الجيد جدا. هنا نحن عندنا سالفة لازم ننتبه عليها، إنه الكربوهيدرات كل واحد غرام 4 سعرة حرارية، والبروتين كل واحد غرام 4 سعرة حرارية، والدهون الصحية همينا لازم ننتبه عليها راح تتغير عندنا، راح تصير 9 سعرة حرارية. فإذا أنا مثلا وزني خلينا نقول 90 أو وزني خلينا نقول 100، لازم أعرف شلون أطلع النظام الغذائي الصحي. شلون أعرف؟ راح أطلع سعراتي الحرارية، ومن خلال سعرات الحرارية هي نفسها راح أقسم وجباتي الصحية المناسبة إلي. هاي نصيحة بشكل عام، وبالحلقات الجاية راح أشرح لكم إياها بالضبط شلون راح نحسب نظامنا الغذائي، وشلون راح ننوع بالوجبات حتى إحنا بنفس الوقت ننضج بالنظام الغذائي مالتنا ولا نحس بملل. بالعكس، لأنه النظام الغذائي مالتنا الصحي يحتاج إلى استمرارية. وأهم شغلة تخليها ببالك إنه أنت أصلاً من خلال النظام الغذائي الصحي راح تقسمه حياتك كلها راح تتغير نحو الأفضل. ورجعنا وياكم فقرة بنج بريس. هاي الفقرة مال بنج بريس من خلالها راح نشرح على تمرين واحد حتى أنت انتباهك بالضبط لا يتشتت. هذا التمرين راح ناخذه اللي هو أكيد بنج بريس، أساس التمارين مال صدر. بالنسبة لعضلة الصدر تتقسم إلى 3 أقسام، العلوية والوسطى والسفلى. فأساس تمرين الصدر راح يكون تمرين البنج بريس. من خلال هذا التمرين راح يستفاد صدرنا بشكل جدا قوي. ليش؟ لأنه نفس ما قلت لكم بالأولد سكول وبالنيو سكول، هذا التمرين اعتبروه من التمارين الأساسية جدا لبناء عضلة الصدر. راح أفهمكم شلون راح ناخذ هذا التمرين، وبنفس الوقت أفهمكم
هذا التمرين شلون اتجنب من خلاله الاصابه. خليك وياي. هساني اول ما اجي ابدي اقيس الشيفت مالتي المفروض يكون للجبهه، تمام؟ هذا التمرين بي ضيق، هاي اللزمه مالته راح تكون، وبي الوسط، وبنفس الوقت بي العريض. زين، اذا انا ما عندي ذني راح اخذه منه. كل شيفت دولي راح يجي منه بهاي نسميها الحلقه، من خلاله راح اخذ تك اصبع يعني وسط، بعدها التك الثاني راح يكون عريض، بس انت بصفتك مبتدئ راح تاخذ الوسط. بالضبط ناخذه بهذا الشكل، تمام. اذا اصبعك بهذا الشكل او بهذا الشكل ما راح يفرق نهائيا، بس انت مبتدئ لازم يكون تركيزك عالي جدا، لازم يكون بهذا الشكل. تحكم القبضة ماتك وترفعه لفوق بدون اي اهتزاز، والنفس ماتك تاخذه ويا التمرين، تنزل الى مستوى الصدر نسبيا يطخ وتصعد بهذا الشكل. اريدك تنتبه لي على حركة مهمة جدا، اللي هي انا من راح ابدي انزل العكس مالتي ما يصير يكون للخارج، ما راح يكون للخارج راح يستهدف لي الداله الاماميه اللي هي الاكتاف. غلط هذا الشيء، لازم يكون مع مستوى الصدر مالتي. راح ارجع اخذ التمرين، نحكم القبضه مالتنا، نصعدها لفوق، وبنفس الوقت ننزل فوق، ننزل وفوق. النقطتين المهمات الأساسية بهذا التمرين العكس مالتي لتجنب الإصابة، لأنه أنا من راح أجي هنا للنادي هذا راح يكون أسلوب حياتي، فما أريد أن أسلوب حياتي يكون متعكر وبيه هواية إصابات. هاي النقطة الأساسية، أنتبه على العكس. النقطة الثانية اللي قلت لكم عليها، يكون التمرين مالتي هادئ مو متسرع، أجي هنا بنفس الوقت أتونس أطلع الطاقة السلبية مالتي، وبنفس الوقت استفاد. هذا التمرين راح يستهدف لي العضله الوسطى من الصدر، لانه قلت لكم يتكون من 3 عضلات، العضله الوسطى من الصدر، وتقدر تعتمده وتعتبره من التمارين الاساسيه المهمه جدا لبناء عضله الصدر. زين، منو يقدر يتدرب هذا التمرين؟ اي شخص. بالنسبه للشباب انا دا اتكلم، وبالنسبه للبنات اذا كان عمرك صغير او اذا كان عمرك كبير، ضروري جدا تتدرب هذا التمرين، لانه بنفس الوقت راح يحكم القبضه مالتك والساعد مالتك، وراح يوصل اللي هنا للاكتاف مالتك همين راح تشتغل. كل هذني يصبون في مصلحه التمرين انه يجي بصوره صحيحه جدا للصدر مالتك حتى يشد او يبني العضل. زين، اذا انا ما اقدر اخذ هذا التمرين اللي شرحت لك عليه اللي هو البنج بريس بسبب ديناميكية الحركة اللي عندي الموجودة بالمفصل، أو سبب أنه أنا شخص كبير بالعمر ما أقدر بنفس الوقت راح أنام وأشيل الوزن ويصير عندي ضغط عالي جداً بوجهي أو بعيني. أنا أريد أتجنب الإصابات كلها، بنفس الوقت أريد أستفاد من هذا التمرين. هل أكو بدائل لهذا التمرين؟ يعني هل أقدر أستهدف العضلة نفسها هي الوسطى بهذا التمرين؟ طبعاً أنا من أقول العضلة الوسطى استهداف كامل بنسبة 100%، بس مو معناته أنه بقية العضلات ما راح تستفاد، لا، كل العضلات تستفاد استفادة 60% 50% حسب العكس مالتك وديناميكية الحركة اللي أنت عندك، بس بنفس الوقت كلها تصب في مصلحة العضلة الوسطى. نرجع على موضوعنا، هل أقدر أبدل التمرين؟ أكو بدائل لهذا التمرين بسبب حالتي اللي أنا بيها؟ نعم، عندك هذا التمرين الواقف. هذا التمرين الواقف بنفس الوقت راح يستهدف لي العضلة اللي أنا أريد أستهدفها الوسطى. يعني راح أسوي بهذا الشكل. طبعاً بالبداية أي جهاز راح أفوت من خلاله أؤدي هذا التمرين لازم أخليه مناسب لجسمي أنا ما لي علاقة بالشخص اللي إجا أخذ قبلي، ممكن يكون طويل، هنا راح يصير عندي فرق بالحركة، ممكن يكون قصير، هنا راح يصير عندي فرق بالحركة، إذا قصير ما راح أستهدف الصدر بشكل
جدا مباشر وحقيقي، لا راح يستهدف عندي الاكتاف وبالتالي راح ارجع على دوامه الاصابه. هسه انا ما راح اجي مثلا على هذا الجهاز اتاكد من خلاله انه هذا الجهاز على طولي اني بمستوى صدري وراح ابدي اتدرب بهذا الشكل. ولا ننسى طبعا عندنا هذا المستوي وعندنا المتوازي، احنا بدنا نحكي على الوسط اللي هو المستوي. اوقف بصورة جدا صحيحة، تمام، النفس ما تيق النوية، الدفعات ما التمرين، ما اكتم نفس ولا انطي نفس سريع ابد نهائيا، وبهذا الشكل راح ارجع رجوع كامل، تمام، يصير عندي انقباض وانبساط بشكل كامل حتى تستفاد العضلة مالتي. ولا ننسى النقطة المهمة والأساسية، العكس مالتنا ما يصير ينزل أو ما يصير يصعد، من راح يصعد راح يستهدف لي غير مكان وراح أصير عندي إصابة بالأكتاف، لأنه أغلب إصابات الأكتاف تجي بسبب أخطاء تمرين الصدر. التمرين راح يكون بهذا الشكل، تمام؟ هنا راح نجي على نقطة مهمة أخرى، التمرين ما تجد أسوي كم سيت وكم تكرار. هنا الكابتن مالتك هو راح يحدد لك عدد السيتات وعدد التكرارات مالتك اللي من خلالها راح تستفاد استفادة قصوى من هذا التمرين، لأنه ما يصير أنت إنسان البنية الجسمانية عندك ضعيفة وتيجي تسوي تكرارات جدا عالية وأنت بنفس الوقت ما مكمل النظام الغذائي مالتك. ضيفنا لهذا اليوم بدأ التمرين وهو بعمر صغير، مجرد هدفه كان بس تعديل الجسم مالته لأنه راح ينتقل من مراحل الإعدادية إلى الجامعة وحب يعدل شوية من جسمه، وبنفس الوقت حب يكون مميز، ومن خلال التفكير بالتميز تعرف على أحد أبطال العراق ودار بينهم حديث حول لعبة كمال الأجسام. وهنا ضيفنا انبهر وعرف أنه المكان اللي إجا بيه هو هذا مكانه الصح اللي ينتمي إليه، وبدأ يتقدم يوم بعد يوم وحبه يزيد وقرر أنه يكون مميز جدا بهاي اللعبة، إلى أن حصد مراكز عديدة من أبرزها بطولة العراق للمتقدمين وبطولة آسيا وبطولة العالم، ومن خلال بطولة العالم تتوج بطل أبطال، ومن خلال بطل الأبطال أخذ كارت الاحتراف. لذلك ضيفنا اليوم هو لاعب المنتخب الوطني المحترف بكر يحيى. ورجعنا وياكم، ضيفنا لهذا اليوم الضيف المميز كابتن بكر يحيى، ونقول أهلا وسهلا كابتن. وخلينا بالبداية نسوي الأمور ناخذها ببساطة. حبيبي كابتن أحمد، أهلا وسهلا، تفضل عمرك. بما أنه أنت صاحبي وأنا صاحبك وأغلب البطولات إحنا اثنيناتنا سوية، أكيد طبعا، بس المشاهدين حابين يعرفون أنه منو بكر، نبضة صغيرة عن بكر يحيى وشلون بدأ بعالم كمال أجسام وين كان فكرته وشلون تحول. أول بداية أهلا وسهلا على متابعينا وأهلا وسهلا نضيوف الكرام. طبعا كابتن أحمد، البداية كانت بداية كلش بسيطة. نعم، طلعت من الإعدادية أي. اروح كلية حتى انه بس ديزاين ملابسي يتغير من هالامور هاي، والمشية بداية الكلية والمشية والحركة وهاي، اشوف من هاي عالم الاحتراف والبطولات ما شاء الله، يعني ماكو شلون نقول، يعني حتى الدراسة انعطت صح، تفضلت الرياضة عن الدراسة صح. انا اتذكر بواحدة من البطولات كنا سوية، اكيد انت تارك ومؤجل و من خابروني من خابروك من خابروني على النتيجة الحمد لله والشكر. فهي هاي كانت البداية، يعني مع ذلك مبكرة اي صارت. مع ذلك انا دخلت أي. للعبة، بس المدرب الشخص او الانسان يعني طبعا صاحب الفضل علي قال لي انت مجال احتراف مجال بطولات، انا كنت شاف فيك اي انا كنت كل شيء ما يعرفها، كنت كل شيء ما اعرف انا صح. فقلت هذا شلون يعني يقول لي بطولات، يعني شنو بطولات ما اعرف صح. فتعرف انت شويه شويه بالمجال من تدخل وتتعمق طب الاعماق راح تفتهم انت اكيد، ومنها رب العالمين سهل لنا وصارت الحمد لله. زين هو اساس هي هاي اللعبه، يعني انت مثلا حبيتها؟ نعم. يصير مثلا انت ما تحب هاي اللعبه بس مجرد عاجبك هيك، يعني تغير من وضعيه جسمك بس ما حباني هاي اللعبه، هل اقدر من خلالها اتطور
لو ما راح اتطور. اتطور الذاتي النفسي أيه؟ اقدر طبعا طبعا اتطور الذاتي النفسي. انا مو اللي محتكر شلون نقول انا احتكر اللعبه بس على ها انا بطوله وهاي وبس. اي لا لا انا اقدر اتطور العب الذاتي. هذا النفس هذا السين من الناس اللي يقول لك العب لنفسك طور نفسك. صح ممكن تتخذها مثلا ستايل مو حياتك. إيه؟ مو انا العب بطوله حتى اخسر. ها والله هاي اقعد واعوف اللعبه واضر نفسي وهاي. لا لا هي كهوات. هي هوات صح. هي من اسمها هوات. انت تهواها ممكن من خلالها تتطور الى بطولات عالميه ودوليه. بالضبط. اي إيه ممكن تظل بمستواك بس أكيد. انت مستواك متطور اكيد. هي إيه اكيد متطور أكيد. زين اساس هاي اللعبه شنو تتضمن؟ رقم واحد. رقم واحد انا اريد حتى المشاهد من يشوفنا انه احنا اذا نتحاور احنا ثلاثنا فاهمين بس يشوف كابتن بكر قال هاي الكلمه خليني اعتمد انا عليها. رقم واحد انا اشوفه بهاي اللعبه أيه؟ عالميا التركيز والتدقيق داخل اللعبه بالعمق جوا. بالعمق انا مو اجي دمبله صار بال 30 شفته بال 40 شيء في ماله لا. أيه؟ هنا اكو تركيز. هنا اكو نقطه لازم ادخل بالحواف الحذافيرها اطبق صح. صح. أه ما استعجل استعجال. الاستعجال نصف يخسرك نصف صحتك. يدمر يرجعك مشوار يسبب الاصابات يسبب التعب يرجعك الوارد. يرجعك مشوار كامل اللي ورا. فاني نقطه نقطه على كيفي. زين اذا اريد اكثر بعد اتطور بهاي اللعبه. نعم. بعد ما حكينا احنا مثلا على التمرين والاستمراريه ممكن ادخل مثلا بروتينات وانا اكلي مو زين او ممكن اكل شغلات معينه في سبيل اتطور. نعم. انا بالنسبه لي هسه كمبتدئ راح افوت النادي افتهمت نوعا ما حركه التمرين بس اريد اطور روحي اريد اصير مثل كابتن بكر شلون راح امشي انا على خطاه؟ هو بالنهج الصحيح انا لازم امشي. اي انا مو اجيب منه واجيب منه واجيب منه لا اكيد انا راح ادمر صحتي. يعني ممكن انا من خلال تحكي ممكن انا مثلا من خلال اليوتيوب اقدر اطلع لي برنامج مناسب. لا لا, لا انا ما اشوف صراحه من خلال اليوتيوب تقدر توصل لشيء. اليوتيوب مثلا خلينا نقول كمدرب باليوتيوب شرح عن مثلا المكمل او شرح عن تمرين او شيء هذا دي يشوف من زاويه دي يشرح فرقية. عن مكمل دي يشرح عن مكمل يخص أي. الشركه مالته. احنا ما نقدر نستخدم انا مثلا انت تقول اريد اسير على نهج فلان. أي. انا من اريد اسير على نهج فلان غير لازم ابدي شويه شويه خوما اجيب من القمه وانزل للقاع. صح ما يصير انا ابدي يعني اكلي ضعيف مو ذيش الطاقه او ذيش القدره عندي على التمرين فانا لازم اوريدي لازم انا ابدي بالشيء شويه شويه اللي مثلا ابدي بمكمل غذائي ضعيف نسبته ضعيفه يساعدني على وجباتي محفزات عضويه ثانيه اقدر انا اخذها تكمل المكمل الغذائي وبهالحاله هاي انا اوصل شويه شويه راح اوصل الى مراحل لانه انا مثلا بالنسبه لي الغذاء مالتي اكيد جيد. إيه صح اكيد. اهم شيء بالغذاء شنو؟ الناس هسه من تجي تريد تتطور ممكن يختص بشغله واحده معينه ويظل وبالتالي يحس بملل. زين شلون انا ما راح احسس روحي بملل شلون راح اعرف او اقدر انه انوع الوجبات مالتي من شنو اخليها متكونه؟ هو شلون نقول الانسان اللي يمل ما راح يوصل. يعني انت بدايتك مليت انت تقول النص وبعدين شلون يعني شلون ليش تمل انت تقول انا اريد اسوي جسمي اي انا اريد اوصل لفد واحد هدف راس ما ببالي انا لازم شنو استمر ما امل. صح. وجباتي اجهزها خمس ست وجبات اربع وجبات حسب قابليتي بالاكل انا لازم استمر اتعب على وجباتي على اغذيه مثلا معينه الاساس. نعم. الاساس الصحيح بالوجبات يتكون من نقطتين اساسيين انت بعد كابتن احمد ما نحتاج يعني انت تعرفها بعد. نعم. ومعلمها انت كربوهيدرات بروتين والبروتين اساس اللعبه. صح. اساس البناء العضلي اساس اللي يبدي من الصفر لحد ما نوصل للقمه. زين هل من الممكن انه انا اثبت كربوهيدرات يعني ابقى اكل بالبدايه المشاهد حتى يعرف الكربوهيدرات هي شنو يعني ممكن ما يقول لك كربوهيدرات شنو يعني كربوهيدرات. احنا عندنا كربوهيدرات تتضمن نسهلها لللاعب. أيه؟ الكربوهيدرات عندنا نوعيتين معقده ونقيه. اوفك من المعقده ما نطب المعقده لان بيها هواي اشكال او يعني هواي واجهات بيها نحب نبسط بعد نبسط اكثر شيء الكربوهيدرات تم المبزول وتيتا سلك معكرونه بطاطا حلوه
لاني ممكن انا هذني يعني الاربعه الماكسيمم العالي للكربوهيدرات اللي عندنا حاليا، يعني ممكن خلال وجباتي خلال اليوم كلها. اي انا وانت تعرف بعد ممكن يعني انوع بيها. اكيد يعني مو أكيد. شرط اظل انا مليت مليت بوتيت سلق، مليت بوتيت سلق احول تم المبزول، مليت بوتيت اسمه تم المبزول احول معكرونه سلق. زين هوايه من الناس من يبدي يسوي ريجيم يوقف هذني الكربوهيدرات يقطعها نهائي، هذا شيء صح يعني؟ مو هي كابتن احمد شنو يعني، انت تعرف صعدنا بالرسم العالي مال الكربوهيدرات، صار عندنا مو ذاك التقطيع او التنشيف الحلو، احنا شو نسوي؟ نرجع بالعكس العمليه نسويها عكسيه، صح نهبط الكارب نصعد البروتين. وارجع واقول لك انت استاذها وهاي السالفه وتعرفها، احنا البروتين الياف صح ينشفنا بنفس الوقت وفي نفس الوقت يعطينا جماليه عضليه حلوه صح. سايز العضلات مرتبط بالكربوهيدرات كعضلات اي نعم. كتنشيف كتنشيف والياف البروتين والبروتين هو هاي مصادر من عندك. زين هسه ان شاء الله شوي فدنا المشاهد بهاي المعلومات، انا اريد اعرف عن بكر شلون بالتحضير البطولات اخر شهر، تشرح لي اخر اسبوع او تشرح لي قبل لا تصعد المسرح من تصعد المسرح، اريد المتلقي يعيش وياك هاي اللحظه كلها. بديت سويت ريجيم بس وصلت الى مراحل مثلا صعبه اخر شهر. شوف كابتن احمد انا ما راح اقول لك اياها من البدايه لحد ما اوصل للستيج، نعم راح اقول لك اصعب مرحله بعدين ارجع لك على اسهل مرحله. نعم خلي متابعنا او لاعبين الابطال يعرفون شنو اصعب مرحله. اصعب مرحله على لاعب بناء الاجسام اللاعب المسرح احنا نقول عليه اخر 10 ايام او اخر اسبوعين اللي احنا نسميه البيج ويك. بيج ويك هذا اني اصعب مرحله على لاعب البناء الاجسام كهواة. هاي نجي عليها شويه. نعم. البدايه تبدي انا اليوم نزل برنامج البطولات الدولي المحل سواء كان بطولات خارجيه او محليه، انا هنا أنا اختاريت بعد طبعا ما قعدنا مدربك نقعد انا وياه نفهم نسوي الخطه انه اكو بطوله بفلان شهر راح نرتب عليها نستعد لها. من راح نبدي نستعد مو هان قبل يلا استعداد البطوله احرم هل بامكاني انه انا راسل بطوله خارجيه اصعد؟ انا استوني بديت ما صاعد مثلا بطولات محليه. انا اشوف لا هاي مجازفه يعني لازم البدايه واحد خلينا نقول يشيك روحه يشيك روحه يشوف روحه بالبطولات متابعينها. اول بطوله ترى يعني مركز 16 خاف يعني صعدت على المسرح سلمت عليهم ونزلت. اول بطوله 16 سلمت عليهم ونزلت صح صح. ف انا من يوم استعد بطوله احضر ما قبل ها يلا احط الاكل مالتي على الميزان ويلا وهيك وكربس الوكس على نفسي وقوم ما اعرف حتى اسوي ستريس عالي وضغوطات اي يعني. اي لا لا موضوع ريلاكس جدا طبيعي، كربوهيدراتي عاليه بروتيني عالي، بعد قدامي 4 أشهر 3 أشهر على البطوله، كل 10 ايام اكو بالانس نمشي عليه احنا. هذا البالانس كربوهيدرات كانت 1000 راح تنزل 800 راح تنزل 700 تنزل ترجع تصعد 1000 حسب هيكلية الجسم اللي راح نشوفها احنا شلون الجسم يستجاب بالضبط. يعني ماكو قاعدة ثابتة يجوز انا اليوم كربوهيدراتي 500 على مدار يوم كامل جسمي ما راح يستجيب ال 500. زين هل من الممكن انت واللاعب اللي وياك واللي وياك واللي وياك نفس الاكل هم 500 ب 500 ب 500؟ لا 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 اكو لاعب ثاني، اكو لاعب ثاني جسمه يستقبل البروتين يستقبل بس كارب، اكو لاعب ثالث جسمه ما يستقبل الكربوهيدرات يريد بس بروتين، يعني اذا دخل 200 غرام كربوهيدرات برنامج عضلاته كله يختلف يتغير تفاصيله كلها تفاصيله تضيع، هذا جسمه محبب للبروتين. اذا القاعده ثابته بس نعم. احنا نغيرها حسب الجينات او حسب المستوى اللي احنا نعم. يعني هيك واسطه انت حاب نعم. تفكرني انه يعني تقول لي هاي الفكره انه حسب الجينات اللي عندك انت راح تتعامل وياها صح. زين كمل لي مرحله البطوله. مرحله البطوله دخلنا احنا برنامج تكل بالبدايه وسوينا هيك قسنا الاكل مرت ايام هنا شلون نقول بالبدايه جلسه تدريبيه او حصه تدريبيه واحده نعم. الحصه التدريبيه الاولى والثانيه راح يجي نص فتره الاعداد او ما قبل نص فتره الاعداد اي راح ادخل انا شنو حصتين حصه صباحيه حصه مسائيه نعم. هنا انت شلون راح تدخل شويه بمنعطف، هذا المنعطف هنا لازم زوايا عضلاتك مرتبها، هنا انت قاعد تهيئ نفسك للمسرح نعم. لان قدامك بعد اكو منعطف بعد اقوى، هذا المنعطف اللي هو منعطف نقول اي اخر شهر اخر 20 يوم هذا الاصعب نعم. فانت منها لازم شنو ترتب روحك نعم. اكلك لازم انا يعني حافظه مثل اسمك، يعني الانضباط يكون بعد اكثر كل ما اتقدم. نحكيها شلون نقول نحكيها بالمنطق اي العضلات ما تطلع بالتمرين
بالاكل بهاي الفتره بالذات وهاي الفتره ايه؟ تطلع بالمطبخ بالاكل مالك تطلع بالاكل كل ما تكون ملتزم ايه انت عندك حصتين تدريبيه ايه؟ وتكمل تقعد احنا نقول على الريك زين اي كارديو. واحد يقدر يسوي حصتين تدريبيه ومرتين كارديو لا. الناس المشغوله الناس اللي عندها عمل كابتن احمد ما تقدر تسوي حصتين اليوم انا اشتغل من الصبح لليل يعني مو ضروري ممكن بحصه واحده بس ضروري انا اجيب نتائج هي ضروري حصتين اي كراحه الجسم وبرنامج ستريس مال العضلات اي بس انا من اليوم اساسا واحد من الناس مثلا خلينا نقول شغل من الصبح لليل او شغل من الصبح للمغرب نعم انا ارجع المغرب يا دوب الحق انه بتجوز بثلاث ساعات يلا اكمل حصتين تدريبيه هذا صح ضغط على عضلاتي صح. بس ما اقدر هذا الواقع وهذا امري انا صح هذا حده اخر 20 يوم انا اقول لكل الابطال اخر 20 يوم اخر اسبوعين لا هنا انا اعذرني ما حصص تدريبيه الصبح لازم يمكن تكون متفرغ كامل ماكو 20 يوم لازم انت نايم بالجيم متفرغ ماكو اي نايم حياتك كلها تعتمد بالضبط. على يعني الشغل انت حتى يعني حتى كابتن احمد فتره من الفترات انا وياك سوينا مرحله المي صح من قبل 10 ايام قبل الاستيج اذا تتذكر بطولة العالم قمنا نحسب المي ايش قد اي صح وايش قد يفوت المعادن وغير المعادن حتى نسوي بالانس حتى يكون سحب المي يكون بصوره جدا صحيحه نقطه صحيحه هي هاي اللي سويناها زين كابتن شعورك من تصعد على الاستيج شوف انا عوفك من هواي اكو بطولات بطوله من البطولات اللي انت شنت بالباك ستيج صح بين الباك ستيج وبين قدامك انا هنا بالذات بهاي البطوله يعني بالذات كان يمكن السباق على كارت الاحتراف اي كان سباق على كارت الاحتراف اني عوفك من الشعور حلو بس اني هنا أنا بهاي اللقطه او بهاي اللحظه بالذات اني نسيت العالم كله كنت مركز سبيك يعني كان سبيك بوزنج اللي يعطيني الاعازات انا نسيته قمت يعني بالي يمك صح كان بالي يمك انت يعني حتى من رجعت من الباك ستيج قلت شتري كملت انت بس شنو تذكرني شنو عطشان انا صح قلت ليش ادري شنو بنفسك قلت ما اريد شيء بس اقدر ارتاح هواء اريد بس هواء صح فاني يعني احنا مركزين ثقلنا كله انه خلاص راح ناخذ الكارت ايه ونطلع فاني كنت هنا يمكن هاي احلى لحظه دخلتها بمجال البطولات كله صح احلى لحظه يعني كان كنا ماشيين على نسق وبرنامج كله صحيح صح زين ان شاء الله استعدادك للبطولات الجايه او للسنه الجايه بما انه الموسم مالتنا خلاص احنا نسميه موسم بطولات ايه استعدادات خير ان شاء الله بس هذا سر يبقى يعني ان شاء الله يعني اكو همينه بخطط اكو هواي اكو عندك بطولات احنا عندنا مو احنا ما نقدر نوقف بطولات لان عندنا برنامج مال كارت مرتبط بالاتحاد الدولي صح ببرنامج بطولات خارجيه صح انا ما اقدر اوقف بكيفي وما العب وهاي لا اكو بطولات صح بس هذا ان شاء الله سر ان شاء الله المتابعين او الجمهور يشوفونه بالايام القادمه ان شاء الله ان شاء الله كابتن بكر احنا جدا نشكرك ونشكر حضورك ونشكر التعليمات اللي اعطيتها للمشاهدين والجو اللي سويت لنا اياه وعيشنا اياه حتى اللاعبين يحبون هاي اللعبه اكثر كلمه اخيره تحب تقولها لجمهورك اول بدايه طبعا انا كلش سعيد بلقائي وياك واحنا اكثر من مره طبعا لقاءاتنا نعم تصير وحب واحترام طبعا لكادر القناه الكلمه اللي احب اوجهها للاعب انه اول بدايه المعرض الخارجي لك السلبي هذا انسان عقلك ابتعد عنه خليك انت ماشي صح قبل كل شيء صحتك صح احنا حكيناها نعم. بدايه الحلقه قلنا انه مو اطباني حتى اذا عندك طاقه انت كلاعب مو تجي تفرغ الطاقه لاوزان عاليه ومن السوالف هاي لا صحتك غذائك بالاخير المنهج الصحيح او البرنامج الصحيح اللي راح يفتح لك هواي ابواب وان شاء الله يا ربي شبابنا او ابطالنا يستفادون من هاي النصائح ومنها ان شاء الله يا ربي للبطولات المحليه والدوليه ان شاء الله توفيق للجميع ان شاء الله لك كابتن بكر حبيبي كابتن احمد واحنا جدا نشكر حضورك بالنسبه للبودكاست هذا اللي سويناه انا وياك وان شاء الله اكيد راح تتكرر ان شاء الله حتى الهوايه من الناس يستفادون من معلوماتك وخبرتك شكرا جزيلا حبيبي استاذ احمد